العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لضبط ما يصنع، وإن السماوات والأرض وحتى الحيتان في الماء قد لتستخدم المعلم الناس الخير. نحن كمعلمين وأنتم كمتعلمين شئنا أما بينا فإننا ملحقون إن شاء الله إن حسنت النوايا وإن سلكنا ذلك الطريق الذي يوصل إلى الجنة إن شاء الله. أبناء الطلاب أعلم أن العلم ثقيل وإن المسؤولية كبيرة، وإن هذا الطريق ليس بالهين ولكنه طريق حتمي، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي أنك لن تصل إلى ربك ولن تعرف طريقه ولن تدخل جنته إلا بك، فإنك إذا جهدت ضمنت وإذا ضمنت غضب عليك، وإذا غضب عليك والعياذ بالله دخلت النار. والعلم الشرعي وأنتم طلاب الأمر قد من الله عليكم بذلك العلم، فإن العلم الشرعي هو رأس كل علم، كل العلوم التي تأتي بعد العلم الشرعي فإنما هي ذيل له وتابع له. أما العلم الشرعي وأمر فيه طبعا القرآن الكريم فهذا هو العلم الربي، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء بالخصوص هم الذين يعرفون الله ويعلمونه فلذلك يخشونه. وفي تفسير آية أبي سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أظن عبد الله بن عباس قال أي ليعرفون، أي أنك مخلوق في هذه الدنيا كي تتعلم وتتعرف على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ويعلمكم ما جهلنا يا رب العالمين، وأن يجعلنا من السالكين في طريقه إلى رضوانه سبحانه وتعالى. نحن وأنتم أجمعين، وحفظكم الله ورحمة الله، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.